السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نكمل وياكم الدرس. نلاحظ انه بعد ما عمل الداونلود وبعد ما كتبنا الكود الصحيح والمكاتب ضفناها، لاحظنا انه الداونلود الكومبوننت كمل وما عدنا اي مشاكل. بعد ذلك نضغط فينيش وننتظر اشتغل عدنا الاندرويد ستوديو. نضغط على، طبعا نذهب للكونفيجر، لا تنسى في الكونفيجر نذهب للاس دي كي مانجر. في الاس دي كي مانجر نفس الطريقه اللي اتبعناها في الويندوز نفسها راح تطبقها في اللينكس. خلاص بعد هو نزل عندك الاندرويد ستوديو، يبقى فقط انه انت تحدد الريبوسيتوريز اللي انت تحتاجها، المكاتب اللي انت راح تضيفها. طبعا المكاتب اللي انا احتاجها مثل ما ذكرنا انه احنا في ال 4.4 هحتاج الاس دي كي، لكن بالنسبه للايمج انا هاخذ ال 3.4. السامبلز انا ما احتاجها، واي ار ام هذا ايضا ما احتاجه، احتاج فقط الايمج للسيستم. جوجل اي بي ايز وهذا ايضا ما احتاجهم. بعد ذلك اجي اعمل انستل الباكج واتاكد انه عندي الاندرويد سبورت لايبرري هي منصبه. بالنسبه لليو اس بي تلاحظ انه جوجل يو اس بي درايف وعندك الايميوليتر ما هي مو كومباكتبل، ما تتوافق مع لينكس لانه اصلا ما تحتاجها. فهاي فكره بسيطه انه كيف تنزل اندرويد اس دي كي مانجر، وانتم اخذتوا هالفكره في الويندوز كيف احنا نصبناها وكيف عملنا اول مشروع. فبالنسبه لللينكس احنا ليتنا نتوقف حتى نبدا في دخول للمشروع وكيف نعمل البروجكت. طبعا البروجكت في داخل الاندرويد ستوديو، اذا انا عملت على لينكس عملت على الويندوز هي ما راح تفرق معك، انت راح تتبع نفس الخطوات اللي انا راح اعملها، فقط كانت التنصيب والاعدادات هي المهمه في الاندرويد ستوديو. فلهنا راح نقول لكم مع السلامه، وان شاء الله نلتقي وياكم الدرس القادم.